وحبيبي. المتعة، زواج المتعة علاقة وقتية سرية جسدية، وممكن تكون حب من نوع آخر. بالظلام وبعيد عن عيون يلي بيعرفون، توجه موسى تيلتقي زهرة من بعد ما اتصلت فيه، أي لما أرادت الحصول على حقها الشرعي لأطفاء رغبتها والحصول على متعتها. إذا هي جاي عبالة بتقلي وينك، عايزيتك، بدي شوفك. وأنا كمان نفس الشيء، بس هذه أول مرة بيكون موعد مركب، يعني هيك مش معودين. بقلب الجمعة، يعني بالجمعة مرار مرتين أو ثلاثة. وين تجتمعوا؟ في بالحازمية، وفي بيت شاب صاحبنا الشيح. ويوم التصوير كانوا البيتين محجوزين، فكان اللقاء شفوي وبالسيارة. أوقات مثلاً كل يوم، أوقات يوم إيه يوم لا، بس حضر حالي قبل بيوم. مثلاً أنا اليوم بدي أظهر معه، عرفت كيف؟ دق له على التليفون، برد علي بقول له نو بدي أشوفك اليوم، بقول له أوكي، يعني ما في مرة بقول لي لا. مرتي بتقول لي نفسي تتجوز ثلاثة لحتى لي أعرفك وين بتروح وين بتجي. نفسها إنه بس تتجوز ثلاثة. قلت لها بتجوز تنتين، إذا الله رزقني بتجوز تنتين. قالت لي ما بتتجوز ثلاثة. قلت لها لا، قالت لي عشان تضلك رايح جاي مثل الكهرباء. موسى متزوج وقبل 6 أطفال، 5 بنات وصبي، أصغرهم طفلة بعمر 3 أشهر. أما زوجته فهي على علم إنه زوجها بيعقد عقود متعة على نساء. زواج المتعة وحسب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو إنه تزوج المرأة نفسها للرجل لقاء مهر محدد لوقت محدد بعقد نكاح بيضمن حقوق الصحة الشرعية. وعقد المتعة عقد لفظي بين المتمتعين، أي لا عقد مكتوب، وصيغته بإنه تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي لقاء مهر بحددوه سوا ولمدة ممكن تكون أحياناً أقل من ساعة، على شرط إنه يقول الرجل المتمتع قبل. بالمتعة يمكن تجديد العقد برضا طرفين، والرجل بيعترف بولد المتعة، ولكن المرأة ما بتورث، وبحق للرجل إبرام أكثر من عقد باليوم الواحد. أما المرأة المتمتعة وإذا أرادت تغيير الرجل بيكون ذلك بعد 3 أشهر من انتهاء مدة العقد الأول. رحت بدي أسوي السيارة عنده، قال لي وين هي السيارة؟ قلت له بدلك وين هي. رحت عم دل على السيارة وين، قال لي بتحبي تظهري؟ قلت له أنا مثل ما بدك، بتحب تظهر؟ قال لي أنت مثل ما بدك. قلت له أوكي منظهر. رحنا لنجرب السيارة، ظهرنا أنا وياه على مطعم، قعدنا أنا وياه وتحدثنا شوي، وقال لي شو رأيك إنه نعمل عقد؟ هلا أول شيء أنا ما قبلت، صار يحكي ويقنعني وكذا وهيك، قبلت معه، عملنا عقد ومش الحال. وأنا كتير يعني بنبسط معه ومبسوطة معه، عايشة عيش كتير يعني سعيدة معه. ولكن الحديث زعج الموجودين، فتركنا المكان وتوجهنا لكورنيش المنارة. زهرة عمرها 32 سنة، ومن 2 سنين وحسب أولى بدأت عقودها المنقطعة مع موسى، عقود بالكلام بتخولها تطلب منه كل يلي بتريده تتكون مبسوطة جسديا. بس وين ما في مطرح هون؟ ما انت عم تقول ما بدك على الطريق وما بعرف شو وإلى آخره، ولا ما عم بتحني علينا بشي. موسى يلي عمره 44 سنة يوم تصوير هالروبورتاج كان عنده عقد زواج دائم وعقدين متعة. يعني انت عم تعمل عقد لساعة؟
خلال الساعة أنت بتخلص؟ ما بتضاين هي ساعة. إذا بدك أمور جسدية هي ما بتضاين ساعة. إذا أمور جسدية. ومسألة مش مسألة ساعة يعني أمرار بتسحب. ثلاث ساعات، ساعتين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13. قالت لي 14، قالت لي 13، قلت لها 14. قلت لها من أول وجديد. ولكن موسى يلي ما بيتذكر عدد عقود المتعة يلي عقدها على نساء ملتزمات كسر الرقم القياسي بقوته الخارقة الجسدية الجنسية. إنه قبل ما اتجوز هيدي كان في ثلاث عقود بليلة واحدة. ثلاثة. يعني ثاقبت إنه هن مجتمعين ببيت واحد. هيدي كان الرقم القياسي. اخوه؟ عطش. اخوه كانوا؟ لا لا، هذا الموضوع بصير حساسيه. يعني لو ما بصير حساسيه كنت بقول لك. اذا انت قلت لي اخوه. بقول لك بصير حساسيه. بيعمل حساسيه. بزواج المتعه لا مجال للغيره، لانه للرجل الحق، كل الحق بترك المتمتعه يلي بتوجع له راسه. مع المرأة كل يوم كل يوم، يعني أحيانا بتهرب هي، بتكون تعبانة، بتكون مريضة، بتهرب. بس مع الثانية كل يوم، هلا حاليا كل يوم. يعني إذا مش قبل ما تروح على الشغل بعد ما تيجي من الشغل ما بتعفي، بتقفي مثلا نهار بالجمعة ساعة بيت، يومين بالجمعة هيك إذا ساعبت، لأنه بعدها يعني جديدة تتحمل. عندك ناس ما بتتحمل. كان عم يحكي عن نسوان غيرك، ما غفت؟ لا عادي. ليه؟ أي لا، وضوح، ما في غيري بدها. بس توعي الغيري عندك، بس يصير بدك تعملي مشاكل هيدا شأنك. بس ما عاش في موسى. أنا بحب الجنس مع موسى، مستحيل إنه أختار واحد يعني شخص غيره. تختلف التسمية بين حب، عشق وغرام، وبيختلف النوع بين علاقة جنسية، شهوة، حب أفلاطوني، زواج، مصاحبة أو مساكنة. بس شيء واحد ما بيختلف عليه هو الشعور الجميل يلي بخرجنا هالشرقطة بكياننا كله لما منكون بحضرة الحبيب، الاشتياق له بغيابه، هالفرح وحب الحياة. ومنضيف انه أجمل أوقات فيها هي لحظات الحب. وكل سان فالنتين وانتو بخير.